الجليتر بيهنزو أساس مائي يحتوي على حبيبات الجليتر اللامعة، وإليكم طريقة الاستخدام والأدوات. رولة يحضر السطح بسيلر ومعجون رغدان ودهان وجه بلاستيك عالي الجودة. يلون البلاستيك باللون المطلوب ويدهن به السطح. بعد دهان السطح بالبلاستيك باللون المطلوب، يضاف الجليتر على البلاستيك بنسبة 1:4 ويدهن به الوجه الأخير بالرولة أو الفرشاة.